في عام 1418 للهجرة الموافق لعام 1997 للميلاد، وبناء على أوامر سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، أنشئت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث بدأت بفرعي المسابقة الدولية للقرآن الكريم والشخصية الإسلامية، ثم استحدثت فيها 9 فروع هي المحاضرات والندوات ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وبرنامج التحفيظ في سجون دبي ومسابقة أجمل ترتيل وبرنامج الحافظ المواطن وبرنامج علوم القرآن وبرنامج القراءات ومصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات القرآنية. مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن إصدار مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وطباعته وتوزيع 1,000,000 نسخة منه، وكلف سموه جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإشراف الكامل على طباعته وتوزيعه ابتغاء الأجر والمثوبة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. ولغرض تنفيذ القرار السامي قامت الجائزة بإنشاء فرع جديد باسم فرع مصحف الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقامت اللجنة المنظمة بالاتصال مع عدد من الخطاطين المشهورين في الدول العربية والإسلامية لكتابة المصحف، وتم تكليف 2 من أشهر الخطاطين في العالم للقيام بهذا الغرض، وشكلت لجنة إدارية وأخرى فنية للإشراف على مراحل كتابة المصحف وطباعته وتوزيعه. مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات. أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن إنشاء فرع جديد هو مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمخطوطات في المقر الجديد للجائزة في منطقة الممزر، بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله، حيث تبرع سموه بمجموعة كبيرة من مقتنياته الشخصية من المصاحف والمخطوطات للمركز، كما تبرع معالي عبد الغفار حسين بمقتنياته من المصاحف والمخطوطات النادرة وبأحجام مختلفة للمركز. وفتحت الجائزة باب المساهمة أمام جميع المهتمين بجمع المصاحف والمخطوطات، ويتوقع أن يكون هذا المركز الأكبر والأضخم على مستوى الشرق الأوسط، كما يتوقع أن ينضم عدد كبير من محبي جمع المخطوطات والمصاحف لعرض مقتنياتهم في مكان مجهز تقنيا وآمن لدرجة كبيرة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.